النهارده ان شاء الله هنكمل الار ان اي فيروسز. اخر حاجه وقفنا عندها الاسبوع اللي فات اللي هي الكورونا فيروس. خلاص خلصنا الكورونا فيروس كورونا فيروسز واتكلمنا عن الميرس كورونا واذر كورونا فيروسز وسارس كوفيد 2. النهارده هناخد اكزامبل تاني من الار ان اي فيروسز، مهم جدا، هو الانفلونزا فيروسز. طبعا الانفلونزا فيروسز تعتبر مهمه جدا زيها زي ال زيها زي الكورونا فيروسز، زيها زي other important respiratory viruses. ديت جروب كبيرة جدا من ال RNA viruses، هي negative sense single stranded RNA virus. دي بتتميز ان هي high plasticity، يعني عندها high mutation rate، وفي emergence of new strains على طول نتيجة حاجتين: genetic shift و genetic drift. في two mechanisms. الانفلونزا viruses الانفكشن بتاعتها بتحصل برضه عن طريق droplet infection أو contact with infected animals، سواء poultry أو بعض الدوميستيك animals زي السواين مثلا، اللي هي الخنازير، سواين يعني الخنازير. طبعا الانفلونزا فيروسز فيروسات معروفة من قد يعني from long time. من ضمن الاوتبريكس المهمة اللي حصلت اللي هي 1918 انفلونزا بانديميك، طبعا مر عليها اكثر من 100 سنه دلوقتي، اللي هي حصلت سنه 1918 1918. ده دايجرام سكتش بيوريك الكلاسز بتاعه الانفلونزا. في عندنا اربعه تايبس اوف انفلونزا على حسب الجينيتك انفورميشن بتاعتهم: انفلونزا A وB وC and D. انفلونزا A بتكون موجودة في الطيور والبولتري والباتس، بعض الماملز. انفلونزا B بتكون مينلي موجودة في السيلز ماملز والخيول، ممكن دوجز، بعض السواين. انفلونزا A زي ما انتم شايفين موجودين في انيمالز كتيره، لها ريزرفوار لانيمالز كتيره. انفلونزا دي سي موجوده في بعض الانيمالز اهي برضه، وانفلونزا دي بتلاحظوا ان السواين والهيومن كومون في كل الانفلونزا. خلاص، فده بنسميه الهوست سبيشيز رينج بتاع الانفلونزا. طبعا host species barriers are not always strong، وعشان كده بيحصل الانفلونزا manage to cross the species. يعني ممكن انفلونزا A في الباتس تروح للهيومن، انفلونزا B تروح للهيومن، C تروح للهيومن، D and so on. طبعا الهيومن pandemics من الانفلونزا بتيجي كلها من الافيان انفلونزا فيروسز اللي اي في. فالافيان انفلونزا فيروسز هي الاوريجين بتاع كل البانديميكس اللي حصلت، والانفلونزا فيروسز بتكون موجوده في الووتر فاول كريزرفوار اللي هي الانفلونزا اي فيروسز. طبعا ادي الانفلونزا فيروس الاستراكشر بتاعه، بيتكون من 8 segments من الـ RNA. 8 segments من الـ RNA، ممكن تقروا عن البحث دوت تلاقي فيه structure أكتر عن الانفلونزا. وبيتكون من
ولو طبعا حوالين الجين الار ان اي هم 8 سيجمنتس انكود فور ذا ديفرنت بروتينز، حوالي 11 او 14 بروتين. الجي الار ان اي مع بروتين بيعمل حاجه اسمها نيوكليو بروتين، بعد كده في الانفلوب اللي هو الكابسيد، بعد كده في الانفلوب. فانفلونزا فيروسز ار انفلوبد ار ان اي فيروسز، عندهم الاتش اي الهيم اجليوتينين والان اي نيورامينيديز. طبعا الانفلونزا فيروسز في اكزامبلز مهمه جدا زي الاتش 1N1 انفلونزا بانديميك اللي هي حصلت في 1918، بعد كده حصل في 1933 57 ايشن انفلونزا، بعدين H2N2، وبعدين حصل كومباينيشن ادت H3N2، وبعدين H1N1 again، وبعدين ال H5N1 ظهرت في 1996 في تشاينا وغازت العالم كله لغاية دلوقتي، وبعدين في H9N2 H7N7. ايه ال H وال N دي؟ في النومنكليتشر بتاعت الانفلونزا بتسمى على حسب ال H وال N. في عندنا لغاية النهاردة في 18 HA اللي هو الهيماجلوتينين، في 18 نوع، وفي 11 نوع من ال NA. هما كانوا في الأول 16 و9، وبعدين اكتشفوا 2 انفلونزا فبقوا 18 و11. بنقول مثلا H1N1 أو H1N2 أو H1N3 and so on، فبيدي احتمالات كتيرة جدا للفيروسز. فده عشان تبقى عارف يعني ايه ال H1N1 أو H5N1 أو H3N2 and so on، تبقى عارف ال H دي معناها ايه. H دي ده بروتين اللي هو ال HA موجود على الفيروس، وال NA ده نيوراميديز، فبتسمى السترين على حسب ال H وال HA وال NA، طبعا بالاضافه الى الانيمال هوست وتاريخ الايسوليشن او تاريخ الديسكفري بتاعها، والانيمال هوست والكانتري او الاريا اللي اكتشفت فيها. بنسمي ال HA وال NA ده بنسميهم حاجه اسمها سب تايب. خلاص، هي كلهم انفلونزا A وبينقسموا الى سب تايبس. كام سب تايب؟ 18 سب تايب لغايه النهارده، و11 NA سب تايب، فدهم بيعملوا فاريشنز كتير جدا. طبعا ده المايجراتوري بيرد فلاي ويز اللي هو طريق هجره الطيور، لان الانفلونزا A فيروسز موجوده في الطيور كريزرفوار. المايجراتوري ووتر فاول تعتبر هي الريزرفوار، هي مخزن الفيروسات دي، فبتهاجر الطيور من مكان الى مكان، دي طريق هجره الطيور. خلاص، الاخضر ده مثلا اسمه سنترال ايشيان فلاي واي، يعني الطيور بتمشي في سنترال ايشيا. الازرق ده مثلا بلاك سي ميديترينيان فلاي واي، البني ده اللي هو الايست اتلانتيك فلاي واي، بعدين في الميسيسيبي فلاي واي، في الباسيفيك امريكا فلاي واي، في الويست باسيفيك فلاي واي اند سو اون، زي ما انت شايف في الايست ايشيا أستراليان فلاي واي اللي هو شامل شرق اسيا واستراليا، وشايفين كل الفلاي ويز بتكون فيها انتر اكشنز متداخله، يعني فطبعا بيحصل فيها اوفرلابنج، فدي طريق هجره الطيور. طبعا مش هنخوض كتير، ما انتم عارفين ان الانفلونزا اي فيروسز تبقى موجوده في الوايلد لايف وفي الووتر فاول. طبعا كلنا عارفين مرض الانفلونزا مرض خطير زي الكورونا فيروس، قد يكون اخطر، والانفلونزا ما لهاش يونيفرسال فاكسين، كل سنه الفاكسين لازم يتجدد، لان حتى الان لم نجد يونيفرسال انفلونزا فاكسين، فبيسموا الانفلونزا اتس ذا كيلينج ماشين.
هي بتعمل طبعا ريسبيراتوري ديزيز في الانسان وفي الهيومنز وفي اذر انيمالز. طبعا الانفلونزا علاجها ليها بعض الانتي فايرال دراجز موجوده، لكن مشكلتها بيحصل ريزيستنس نتيجه الميوتيشن، فالعلاج افضل حاجه ان احنا بنعمل بريفنشن عن طريق الفاكسينز. ده طبعا الانفلونزا عن طريق الوان هيلث، في هيومن هيلث انيمال هيلث والانفايرمنت. ده بالنسبه للانفلونزا. طبعا مش كده يبقى خلصنا الانفلونزا فيروسز والار ان اي فيروسز اللي هي مينلي الانفلونزا والكورونا. زي ما انتم شايفين احنا بندرس الار ان اي فيروسز على حسب بالتيمور كلاسيفيكيشن. نرجع ادي بالتيمور او ادي الكلاسيفيكيشن بتاع الفيروسز. احنا قلنا في الار ان اي وفي دي ان اي فيروسز. عايز اوريكم سلايد مهمه اللي هي عن البانديميكس، الفيروس بانديميكس اللي موجوده حاليا وقد ايه الفيروسات بتعمل a lot of pandemics. ده طبعا قلنا ده الكلاسيفيكيشن اهو، قلنا في الفيروس كلاسيفيكيشن بنقسم الى فيروسات بتستخدم الريفيرس ترانسكريبتيز اللي هم كلاس 6 و 7، فيروسات ما بتستخدمش الريفيرس ترانسكريبتيز، في كلاس 1 وكلاس 2 دول دي ان اي فيروسز، في كلاس 3 اللي هي دبل ستراند RNA viruses زي الكورونا، كلاس 4 في كلاس 4 و 5 زي النيجاتيف ستراند زي الانفلونزا، و كلاس 4 اللي هي البوزيتيف ستراند هناخدها دلوقتي. ده الكلاسيفيكيشن بتاع بالتيمور كلاسيفيكيشن، وتكلمنا عنه كتير وفهمنا دلوقتي يعني ايه البالتيمور كلاسيفيكيشن اوف فيروسز. هنا اهوت ده الار ان اي فيروسز برضو تبقوا عارفين فاميلي. ادي الار ان اي فيروسز، احنا بندرس كل الكلاسز دي كلها. الاورثو ميكزو فيروسز اللي هي زي الانفلونزا دي تبع كلاس 5، دي نيجاتيف سنجل ستراندد كون من 8 سيجمنتس وانفلوب فيروسز. في اللي هي البانديميكس اللي حصلت نتيجه الفيروسز أو الفيروس بانديميكس اللي حصلت. جبت لكم أنا سلايد هنا هيت. ده بيوريك التايم لاين أوف نيولي إيمرجينج فيروسز. دي بعض الفيروس زي الويست نايل، وبعدين الهانتا فيروسز، وفي الـ H5N1، بعدين ال H1N1 وال H7N9، وادي الميرس كورونا فيروس سنة 2012، وحاليا دلوقتي السارس كوفي 2 في 2019-2020. فدي بيديك التايم لاين اللي هو بعض ال newly emerging viruses. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن فيروسات اللي هي ال قلنا احنا بندرس دلوقتي examples للميديكال امبورتنت فيروسز الدي ان اي والار ان اي. قلنا من الدي ان اي فيروسز زي الهيربس فيريدي، والهيربس فيريدي فيها فيروسات مهمه جدا، فيها الفا هيربس فيروسز وبيتا هيربس فيروس وجاما هيربس فيروس. الالفا هيربس فيروس زي الهيربس سمبلكس تايب 1، اتش اس في تايب 1، او بيسموه هيومن هيربس فيروس تايب 1. ده بيعمل كولد سورز
في هيربس سمبلكس تايب 2 اللي هو زي ال HHV2 ده بيعمل الجينيتال ألسرز. في بعد كده الفاريسيلا زوستر اللي هو هيربس سمبلكس تايب 3 اللي هو بيعمل الشيكن بوكس أو الفاريسيلا في الأطفال، وبيعمل الزوستر في الكبار. هو نفس الفيروس بس بيعمل مرضين مختلفين. فده قلنا الهيربس فيروسز. كلمة هيربس يعني to creep referring to the cutaneous lesions، بيعمل cutaneous lesions. خلاص. وفيروس الهيربس ده بيعمل latent أو lytic infection، ممكن يعمل latent أو lytic infection. الهيربس فيروسز عندها بعض الimportant characters زي ubiquity، يعني ubiquitous يعني موجودة بكثرة في الهوستس، و latency بتتميز ان هي ممكن تعمل latency. كلمة latency يعني الكمون، ممكن الفيروس يصيب الشخص وما يظهرش عليه اعراض، فده بنسميه latent. incurability العلاج بتاعهم صعب شوية، ممكن يحصل لها reactivation، الفيروس ممكن يحصل له reactivation، او ممكن تعمل حاجة اسمها unapparent infection. قلنا latent يعني unapparent infection، يعني infection مش ظاهرة. ممكن تعمل opportunistic infections. والهيربس viruses بتكون very common within the population. قلنا في herpes simplex type 1 اللي هو بيعمل HH او بيسببه فيروس اسمه human herpes virus type 1 HHV1 ده بيعمل gingival stomatitis وكيراتو conjunctivitis، يعني التهابات في الماوس، recurrent cold sores وكيراتو conjunctivitis. في الهيربس simplex type 2 ده بيعمل، ده يبقى ده النوع الاولين، ده بيعمل oral herpes oral خلاص، وممكن يعمل respiratory infection. النوع الثاني بيعمل genital infection في sexually transmitted venereal disease، وعشان كده ممكن يصيب النيونيتال اطفال حديث الولاده لو الام مصابه. ده فيروس الهيربس، هو دي ان اي فيروس زي ما عارفين. الفيروس ده بينتشر عن طريق الجانجليون سيلز. الفيروس ده بيتميز ان هو بيهاجم الاعصاب الجانجليا، واحنا خدنا الجانجليا في الاناتومي. فالفيروس ده ممكن يعمل انفكشن او مهاجمه للسي ان اس سنترال نيرفس سيستم. الفيروس دي ان اي از ديليفر تو ذا نيوكليوس خلاص في الجانجليا، واحنا قلنا الجانجليا اللي هي كولكشن اوف نيورون سيل باديز. فالفيروس بيروح للجانجليا. بيروح ازاي للجانجليا؟ عن طريق حاجه اسمها ريتروجريد ترانسبورت، واحنا خدنا الريتروجريد ترانسبورت اللي هو الاكسونال ترانسبورت، اللي هو الفيروس بيتنقل من السكن الى النيرف جانجليا عن طريق الاكسون، الاكسونال ترانسبورت. فده فيروس مهم جدا تبقوا عارفينه ان هو بيتنقل عن طريق الاكسونال ترانسبورت. هو الفيروس الوحيد تقريبا اللي بيتنقل عن طريق الاكسونال ترانسبورت، لانه بيعمل سي ان اس، بيصيب السي ان اس، فهو يعتبر نيوروتروبيك فيروس. الفاريسيلا زوستر ده اللي هو هيومن هيربس فيروس تايب 3، ده الكلاسيفيكيشن بتاعه ان هو تبع الالفا هيربس فيروس تايب 3. ده بيعمل مرضين مختلفين، مرض في الاطفال اسمه تشيكن بوكس، ومرض في الكبار اسمه الزوستر. خلاص. بيتنقل عن طريق الايروسول، هو هايلي كونتيجوس ديزيز، مرض معدي جدا، فيري كونتيجوس، وبيصيب الهيومن بس. ادي اكزامبل للهيربس انفكشن، بتيجي عن طريق في الترنك او تيجي ممكن في الرجلين. خلاص. الفاريسيلا زوستر فيروس انفكشن ده اللي بيسببها اللي هو الهيربس سيمبلكس، الهيربس هيومن هيربس فيروس تايب 3 اللي هو باسمه الفاريسيلا زوستر. يبقى الفاريسيلا زوستر فيروس ده
هو نفس الفيروس اسمه HHV3 اللي هو هيومن هيربس فيروس تايب 3. يبقى احنا خدنا فيه ثلاث انواع من الهيربس فيروس، سمبلكس 1 وهيربس سمبلكس 2 والهيومن هيربس فيروس تايب 3 اللي هو اسمه الفاريسيلا زوستر. الفاريسيلا زوستر دي تعتبر one of the most communicable disease في الهيومن، تتنقل عن طريق respiratory droplet infection برضو. والفيروس ده بيعمل two distinct diseases أو illnesses، بيعمل مرضين. البرايمري انفكشن اللي بتصيب الأطفال بنسميها chicken pox أو بنسميها الفاريسيلا. بعد ما الطفل يخف ممكن الفيروس يدنه مستخبي latent في النيرفز، ولما الطفل يكبر ممكن نتيجة أي فاكتورز معينة يتحول إلى مرض اسمه إيه بقى، الشينجلز أو الزوستر. يبقى البرايمري انفكشن بتاعت الفاريسيلا زوستر اسمها chicken pox. لما يحصل له reactivation في الأدلت هود، في الأدلت هود لما الطفل يكبر أو يبلغ بنسميها شينجلز أو الزوستر. فدي ممكن بتيجي في الامتحان دايما الأسئلة دي. يبقى الفاريسيلا زوستر فيروس بيعمل مرضين، مرض في الأطفال اسمه chicken pox أو جدري الأطفال، ومرض في الكبار اسمه الشينجلز أو الزوستر. يبقى الشيكن بوكس هو برايمري انفكشن بتاعت الفاريسيلا زوستر، بتحصل مني في الشيلدرن، تتميز ان هي بتبقى عن طريق اتشي فيسيكولار ايرابشنز، يعني عن طريق بثور او راش وفيفر معاها فيفر. كلمه الشيكن بوكس اصلا معناها راش ريزمبل للتشيكن بيك، تشيكن بيكس اللي هو التشيكن بوكس، يعني عشان كده سموه تشيكن بوكس. الشينجلز ده بيحصل بقى في الكبار، في الادلتس ممكن يحصل بعد ايج 50، تميز برضه بفيفر وفيريميا. فالفاريسيلا زوستر از ان اكسكلوسيفلي هيومن فيروس، هو فيروس بس موجود في الهيومن. اعراضه زي ما قلنا تميز فيفر وفيسيكولار برورايتك، يعني فيها حكة، فيها هرش، widely disseminated lesions في الترانك والفيس، ممكن تيجي في الوجه وتيجي في الترانك يعني في الجزر في الظهر من ورا. ده ممكن يؤدي إلى هيباتايتس وبانكرياتايتس ونيومونيا وانسفالايتس لأنه بيأثر على المناعة، فممكن يؤدي إلى life threatening infection في الchildren أو immunocompromised patients. فدي الحاجات المهمة اللي انتوا تعرفوها في الفاريسيلا زوستر فيروس. قلنا الفاريسيلا زوستر انفكشن ليتنت بتحصل في النيورون او السنسوري جانجليا، عشان كده هو يعتبر نيوروتروبيك فيروس. اجي اسالك في الامتحان مين هو نيوروتروبيك، يعني فيروس بيحب الاعصاب، اهو اتس نيوروتروبيك فيروس اللي هو الفاريسيلا زوستر. ما خدناش قبل كده نيوروتروبيك، هناخد واحد بعد كده اللي هو الريبس، برضه فيروس الريبس هناخده ده نيوروتروبيك. يبقى الفاريسيلا زوستر اتس ان نيوروتروبيك فيروس لانه بيعمل انفكشن في السنسوري والاوتونوميك نيورونز بتاعت البريفرال نيرفس سيستم. ده اسمه نيوروتروبيك الفا هيربس فيروس. عندي لو شفت الجلد اهوت، ادي الفيروس بيجي على سطح الجلد، بعد كده يبدا يوصل للاعصاب اللي موجوده في الجلد اللي هي النيرف البريفرال نيرفز، وبعد كده من البريفرال نيرفز يبدا يوصل ل الجانجليا في السينس. قلنا الفيروس انفكشن في منها اربع انواع، يا اما اكيوت فيروس انفكشن زي الانفلونزا والروتا فيروس، او كرونيك فيروس انفكشن زي الهيباتايتس بي والسي. الانفكشن بتحصل الاول اكيوت وبعد كده الدناء مستمره مع الشخص، او ريكرنت ليتنت فيروس انفكشن زي الهيربس، بتحصل اكيوت الاول وبعد كده يدناها ليتنت
كامن وبعد كده تظهر في مرحله الادلت، او سلو انفكشن زي الاتش اي في. فدي انواع الفيروس انفكشن باترنز او الانماط، نمط الفيروس انفكشن. في منهم اربع انماط: اكيوت، كرونيك، ليتنت، وسلو فيروس انفكشن. يبقى دي المعلومات المهمة اللي خدناها في الدي ان اي فيروس. وبعدين اتكلمنا على الار ان اي فيروس، خدنا الكورونا وخدنا الانفلونزا. ندخل بعد كده على كلاس تانية اللي هي الفيلو فيريدي. كلاس اسمها الفيلو فيروسز. ديت زي فيروس الايبولا. فيروس الايبولا زي الايبولا فيروس، كلنا سمعنا عن الايبولا. ده بيعمل مرض اسمه هيموريجيك فيفر، حمى نزيفيه، مرض فيري ليثل والمورتاليتي ليت عاليه جدا، ممكن توصل 90%. الايبولا فيروس هو منتشر في ويست افريكا حاليا، وفي حاليا اوت بريكس من الايبولا موجوده في جمهوريه الكونغو. الايبولا فيروس بيعمل ديزيز في الهيومنز والنون هيومن برايميت زي المونكي والغوريلا والشمبانزي. هو الفيروس اتس بليفد ذات ات از اتس ا زونوتيك فيروس، بيتنقل عن طريق كونتاكت ويز انيمالز او عن طريق كونتاكت ويز هيومن بادي او البادي فلويدز اللي هم بتاعت الاشخاص المصابين. الايبولا طبعا ملوش علاج حاليا، له كلها في بعض الفاكسينز، بعض التريتمنت. طبعا ده مرض خطير جدا اللي هو اسمه الايبولا فيروس. يعتبر elongated filamentous فيروس، هو الفيروس الوحيد اللي filamentous، شكله زي ما انت شايف كده عامل زي الخيط. filamentous فيروس طوله ممكن يوصل حوالي 1000 نانومتر. السيمبتومز بتاعته دايريا وهيديك وميالجيا وارثرالجيا وفوميتنج وبليدنج. هيموريجيك فيفر يعني حمى نزيفية، يعني بيحصل فيها فيفر and bleeding. الترانسميشن زي ما قلنا من الانيمالز للهيومن او عن طريق من بيرسون تو بيرسون ترانسميشن، بتحصل عن طريق close contact مع الانفكتد patients. طبعا هو زونوتيك ديزيز. في بعد كده الفلافي فيروسز او الفلافي فيريدي. كلمة فلافي باللاتيني معناها يلو، فسموها فلافي فيروس لأنها بتعمل حمى صفراء زي اليلو فيفر فيروس من اسمها، الحمى الصفراء والهيموريجيك فيفر بتعمل يلو فيفر. يعني يلو معناها جوندس، فيها الصفراء، مرض الصفراء. بتعمل هيباتايتس نيفرايتس، وده بيكون بيتنقل. الفيروسات دي بتتنقل مينلي، الفلافي فيروس بتتنقل عن طريق الموسكيتوز، تتنقل عن طريق الايديس سبيشيز. الايديس هو الموسكيتو زي اليلو فيفر، تعتبر اربو فيروس. كلمه اربو فيروسز اللي هي الارثروبود بورن فيروسز، اللي هي الفيروسات بتتنقل عن طريق مفصليات القدم. الدنجي فيروسز ده برضو يعتبر اربو فيروس، بيعمل حمى الضنك، بيعمل ارثرالجيا وراش. كل دي ار ان اي فيروسز مهمه جدا بتعمل فيفر. في الويست نايل فيروس ده برضو اربو فيروس، بيعمل فيفر وارثرالجيا وراش، وممكن يعمل انسفالايتس موسكيتو بورن. الهيباتايتس سي ده بيعمل مرض الهيباتايتس، هو ار ان اي فيروس. اتحط هنا الهيباتايتس مع لان هو ار ان اي فيروس وهو تبع الفلافي فيريدي، تبع عيله الفلافي فيريدي. كلنا عارفين مرض الهيباتايتس سي، احنا هندرسه في الهيباتايتس. طبعا الدنجي فيفر بيسموها برضو بريك بون فيفر. بريك بون يعني بيكون اللي هو العظم المتكسر. معناها ايه العظم المتكسر؟ يعني فيها ارثرالجيا، فيها الم في العظام والمفاصل. الدنجي فيفر بتعمل مرض اسمه الدنجي هيموريجيك فيفر، موجود في بلاد كتيرة في tropical regions. هو زونوتيك وبيتنقل برضه عن طريق الموسكيتوز.
الهوست رينج بتاعه بيبقى عن طريق الهيومنز والسيميانز اللي هي النون هيومن برايميتس والموسكيتوز. المود اوف ترانسميشن عن طريق الموسكيتو بايتس. والسيمبتومز مايالجيا يعني الم في العضلات، وارثرالجيا الم في المفاصل، بيعمل فيفر، بيعمل راش، بيعمل فيبرايل بيريود، برضه مرض خطير ولسه عليها ابحاث كثيره للعلاج والفاكسينز. اتكلمنا احنا عن الاورثوميكزو فيروسز اللي هي الانفلونزا فيروسز. قلنا الانفلونزا في منها انواع A و B و C زي الايفين انفلونزا، والموست امبورتنت فيها زي H1N1 H5N1 H7N9. قلنا في منهم انواع كثيره سب تايبس بيصلوا الى 18 سب تايب HA سب تايب. والفيروسات دي ليها اللي هي الانفلونزا فيروسز ليها وايد رينج اوف انيمال سبيشيز زي الوايلد اكواتيك بيردز والبيجز والهورسز والهيومنز. طبعا فيروسات الانفلونزا تعتبر زونوتيك فيروسز. ترانسميشن فروم بيرسون تو بيرسون عن طريق دروبلت انفكشن، او من البيردز تو الهيومنز عن طريق دايركت كونتاكت ويز انفكتد انيمالز او انفكتد بيردز. في البارا ميكزو فيريدي، البارا ميكزو فيروس زي البارا انفلونزا فيروس بتعمل الكومن كولد اللي هو التهابات اللي بتيجي في البرد زي المامبس، فيروس المامبس اللي هو بيعمل المامبس او الباروتايدتس او الاوركايتس، التهاب في الخصيه او الباروتيد جلاندز اللي هي المامبس، التهاب فيروس الغده النكفيه. بيتنقل برضه عن طريق دروبلت انفكشن. في فيروس الميزلز الحصبه بيجي في الاطفال ده. الميزلز one of the highly contagious viruses الموجودة، أكتر الفيروسات معدية جدا فيروس الميزلز. في فيروس ال respiratory syncytial virus ال RSV ده بيعمل نيومونيا، بيعمل برونكايتس. وبيعمل انفكشن في الانفانتس والتشيلدرن. في نيوكاسل ديزيز ده ايفيان فيروس موجود في الطيور، ممكن يعمل هيومن كونجنكتيفايتس يعني التهاب في الكونجنكتيفايتس بتاعت الهيومن كونجنكتيفا اللي هي الملتحمه. ده اللي هو البارا ميكزو فيروس. يبقى خدنا الميكزو فيروس، الاورثو ميكزو فيروس زي الانفلونزا فيروس، انفلونزا اي و بي و سي. في البارا ميكزو زي البارا انفلونزا، دي فيروسات ثانيه غير الانفلونزا تعمل كومن كول، وزي المامبس والميزلز وريسبيراتوري سينسيتيال فيروس ونيوكاسل ديزيز فيروس. فيروس المامبس اللي هو الغده النكفيه بيسببه فيروس اسمه المامبس فيروس، ده تبع عائله الباراميكزو فيريدي، هايلي كونتيجوس ديزيز، بيتنقل عن طريق كلوز كونتاكت دروبلت انفكشن. بيحصل الانفكشن في ريسبيراتوري تراكت، النوز والماوس والثروت، بعد كده تتنقل للباروتيد جلاند، الغده اللي هي الباروتيد جلاندز. الفيروس ده بيبقى له تطعيم اللي هو الام ام ار، تطعيم الثلاثي مامبس ميزلز اند روبيلا. فيروس الحصبه الميزلز هايلي كونتيجوس، وان اوف ذا هايلي كونتيجوس هايلي سبريدنج فيروسز، بيصيب الاطفال، بيعمل راش وفيفر وكونجنكتيفايتس. ممكن يعمل وايت سبوتس في الماوس. برضه له تطعيم اسمه الام ام ار اللي هو تطعيم الثلاثي ام ام ار فاكسين، مامبس ميزلز اند روبيلا فاكسين. والتطعيم هو افضل طريقه للبريفنشن اوف فيروس انفكشنز. في بعد كده البيكورنا فيريدي، كلمه بيكو يعني فيري سمول، وار ان اي فيريدي، فدي عيله من الفيروسز بتتميز ان هي اسمها بي كورنا فيريدي.
they are very small RNA viruses مسؤولة عن بعض ال infections في الهيومن زي ال common cold وال foot and mouth disease. من ضمن ال examples المهمة في ال بيكورنا viruses زي ال enterovirus 70 و 68. EV enterovirus 70 ده بيعمل acute hemorrhagic conjunctivitis, eye pain, photophobia. بيحصل infection عن طريق ال contact, direct contact, introduction للفيروس في الاي. فال enterovirus 70 ده بيعمل eye infection. اما enterovirus 68 ده بيعمل respiratory infection وبيعمل viral meningitis. فده اسمه enterovirus. ده تبع البيكورنا فيروسز. في بعد كده البوليو فيروس. ده بنسميه انتيروفيروس سي، ده بيعمل مرض البوليومايلايتس اللي هو شلل الاطفال. في الهيباتيتس اي تبع برضه العيله دي بيكورنا فيريدي بيعمل انفكشوس هيباتيتس اللي هو التهاب الكبدي الوبائي معدي. في الرينو فيروسز بتعمل الرينايتس او التهاب البرونكايتس والبرونكونيومونيا. دي بنسميها رينو فيروسز. في الافثو فيروس زي الفوت اند ماوس ديزيز. الاف ام دي فيروس اللي هو الفوت اند ماوس ديزيز ده هايلي كونتيجوس ديزيز، زونوتيك ديزيز برضه بيتنقل من الانيمالز للهيومن، بيعمل بليسترز وسورز وفيفر. فوت اند ماوس ديزيز. الفوت اند ماوس ديزيز من ضمن الفيروسات اللي ممكن يتنقل عن طريق الكيسنج في الاطفال او عن طريق الاير سنيزنج او عن طريق الفيسز او عن طريق كونتامينيتد اوبجكتس. ده اسمه الفوت اند ماوس ديزيز. البوليومايلايتس ده اللي هو شلل الاطفال، ده تبع البيكورنا فيريدي ار ان اي فيروس بيعمل مرض شلل الاطفال. طبعا الفيروس بيتنقل ازاي؟ بيتنقل عن طريق فيكال اورال كونتامينيشن، بيعمل فيفر، تايردنس، نوزيا، هيديك. بيتنقل عن طريق الفيروس. بوليو فيروس انفكت اونلي هيومن. طبعا نتيجه التطعيمات فبدات تقل الاصابات في دول كثيره في العالم. البوليو فيروس هو يعتبر انتيرو فيروس، بيتنقل الاول عن طريق هو نيوروتروبيك وانتيرو فيروس في نفس الوقت. نيوروتروبيك يعني الفيروس بيروح بعد كده للنيرفس سيستم وبيعمل شلل الاطفال لانه بيأثر على السنترال نيرفس سيستم. الفيروس بيدخل عن طريق الماوث، بعد كده يعمل ريبليكيشن في الفارينكس والجي اي تي، بعد كده يحصل سبريد للنير باي نيرفز، يروح ليهاجم الاعصاب ويعمل ديستركشن للموتور نيورونز، الاعصاب الحركيه اللي بتاثر على الحركه، فبيعمل ديستركشن للموتور نيورونز وبيعمل شلل الاطفال. البريفنشن عن طريق نوعين من الفاكسينز، انكتيفيتد بوليو فاكسين اللي هو عن طريق الانجكشن، او اورال بوليو فاكسين او بي في او اي بي في. هذه طبعا شلل الاطفال. البوليو فاكسينز قلنا في منهم نوعين، او بي في اورالي ادمنسترد، ده سترين اسمها سابين فاكسين تكون لايف اتنيويتد، وفي الاي بي في بتكون انجكتبل ودي بتكون كيلد فاكسين اللي هو السولك فاكسين. يبقى دايما السؤال بيكون هنا سابين هو الاورالي ادمنسترد، السولك اللي هو كيلد فاكسين بيكون انجكتبل. طبعا شلل الاطفال في حملات تطعيم شلل الاطفال في دول كثيره وبدا يحصل ايراديكيشن لشلل الاطفال فيفور تو ذا فاكسينز. في بعد كده الريو فيريدي اللي هي الريو فيروسز، بتعمل ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن هيومن زي الهيومن ريو فيريدي. وفي كمان نوع اللي هو الروتا فيروسز بتعمل دايريا في الانفانتس، في منها انيمال روتا فيروسز زي البورساين روتا فيروسز
ده بيكون زونوتيك ديزيز. اخر كلاس اللي هي الريتروفيريدي، اللي هي الريترو فيروس زي الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس، هو فيروس الاتش اي في، كلنا اكيد عارفين الاتش اي في، والهيومن تي ليمفوتروبيك فيروس اتش تي ال في، دول اكزامبلز للريترو فيروسز. قلنا الريترو فيروسز ليه سميناها ريترو فيروسز؟ لان عندها انزيم اسمه ريفيرس ترانسكريبتيز، هي دي بتكون فيروسات ار ان اي، وعشان تحصل لها ريبليكيشن تتحول الاول الى دي ان اي. فدي من ضمن الفيروسات المهمه، لان هي الفيروسات الكلاس الوحيده اللي عندها الريترو ريفيرس ترانسكريبتيز، او بنسميه ريفيرتيز انزيم. طبعا فيروس الايدز بيتنقل عن طريق البلاد بورن، هو سيكشوالي ترانسميتد، وبيأثر على خلايا المناعه اسمها سي دي 4 تي سيلز، نوع من التي سيلز في خلايا المناعه بيعمل لها ديستراكشن. بيتنقل برضو عن طريق ده سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، او عن طريق البلاد، بلاد بورن فيروس. طب عارفين يعني ايه بلاد بورن؟ بلاد بورن يعني بيتنقل عن طريق البلاد. فيروس الايدز لا ما بيتنقلش عن طريق الشيكينج هاندز ولا عن طريق الهاجينج ولا الكلام ده، هو بيتنقل عن طريق البلاد او سيكشوالي ترانسميتد. في عيله كمان اسمها الرابدو فيروس، زي فيروس الريبز اللي هو بيعمل مرض السعار، الريبز بيعمل انسيفالايتس وباراليسيس، ده نيوروتروبيك فيروس برضه، ده ممكن يؤدي الى الديث، وده يعتبر زونوتيك ديزيز لانه موجود في الدوجز والفوكسز والكانيد اللي هي الرابيد دوجز والوايلد دوجز، دوميستيك كانيدز اللي هي فصيله الدوجز والفوكسز، اسمه رابدو فيروس تبع الريبيز فيروس، ده نيوروتروبيك فيروس تعرفوه بيعمل مرض الريبيز، مرض السعار. في توجا فيريدي زي فيروس الروبيلا اللي هي الحصبة الألماني جيرمان ميزلز، تتنقل في مينلي في التوبة موجودة في البريجننت ويمن. آخر كلاس اللي هي هناخد الفيرال هيباتايتس أو الهيباتايتس فيروس، أو بنسميها هيباتوتروبيك. كلمة هيباتوتروبيك يعني بتروح على خلايا الليفر، الليفر سيلز. في منهم فيروس الاي والبي والسي. الاي قلنا تبع الار ان اي فيروس، هو انتيرو فيروس تبع البيكورنا، ده بيكون نيكد فيروس ومالوش كرونيك ستيج ولا له لونج تيرم، ما بيعملش لونج تيرم ليفر دامج، بيعمل اكيوت انفكشن من الهيباتايتس اي، بيتنقل عن طريق فيكال اورال كونتامينيشن، اتكلمنا عنه في اللي هو الهيباتوتروبيك فيروس. الهيباتايتس بي ده خدناه، هيب ادنا فيروس، ده تبع الدي ان اي فيروسز، هيب ادنا فيروسز هو انفلوبد، وده بيكون سيركولار دبل ستراند دي ان اي فيروس. الهيباتايتس سي ده فلافي فيروس، بيبقى ار ان اي فيروس وانفلوب. في الهيباتايتس دي بنسميه دلتا فيروس، ده بيكون ار ان اي فيروس. في الهيباتايتس اي ده بيكون كالسي فيروس ار ان اي فيروس. يبقى زي ما انتم شايفين فيروسات الهيباتايتس تتبع لكلاسز كتيره مش كلاس واحده. الاي تبع البيكورنا، البي تبع الدي ان اي، هو الوحيد زي ما انت شايف البي دي ان اي، السي ار ان اي، الدي ار ان اي، الاي ار ان اي. يبقى فيروسات الهيباتايتس لو عملنا مقارنه بينها، ادي الاي والبي والسي والدي والاي، كلهم ار ان اي فيروس ما عدا البي هو دي ان اي فيروس. الاي تبع البيكورنا، البي تبع الفلافي، الدي هو دلتا فيروس ديفيشنت، السي تبع الكالسي. ده مود اوف ترانسميشن بيتنقل عن طريق الفود، والبي عن طريق البلاد او سيكشوالي ترانسميتد، والسي برضه عن طريق البلاد، الدي عن طريق النيدلز انفكتد نيدلز، الاي عن طريق الكونتامينيتد ووتر. يبقى في اثنين عن طريق الووتر والفود، واثنين عن طريق البلاد برودكتس، او ثلاثه عن طريق البلاد برودكتس، البي والسي والدي. الاي هو اكيوت ستيج، اكيوت يعني فيروس ما بيعملش كرونيك، علاجه بالهايجينيك كونديشنز. البي له فاكسين، السي لسه حتى لا يعملوش فاكسين لكن له بعض الانتي فايرال دراجز، الدي
ممكن يتاخد مع فاكسين البي والاي ملوش علاج. فالمقارنه دي مهمه جدا اللي هي بين الهيباتايتس فيروسز. تعرفوا يعني ايه هيباتوتروبيك؟ اما اقول لك هيباتوتروبيك يعني له ميول للليفر سيلز. زي نيوروتروبيك احنا خدنا ثلاثه نيوروتروبيك، البوليو والريبز والهيربس، وخدنا هيباتوتروبيك فيروس. اخر حاجه ناخدها بقى اللي هي الفاج ثيرابي. يعني احنا قلنا يعني ايه الفيج او الفاج؟ الفاج اللي هو البكتيريوفاج. بيستخدموا دلوقتي الفاج لعلاج الريزيستنت بكتيريا، لان الفاج ده بيتغذى على البكتيريا الريزيستنت، فبنسميه الفاج ثيرابي اللي هو الثيرابيوتيك يوز اوف ليتيك بكتيريوفاج تو تريت باثوجينيك بكتيريا. ده الفاج ثيرابي، لان الفاج از هارملس، ما بيأثرش على الانسان، هو هيأثر على البكتيريا بس. وعليها ابحاث دلوقتي اللي هو استخدام الفاج في علاج الانتي بايوتيك ريزيستنت بكتيريا، اسمه الفاج ثيرابي. الفيروس ثيرابي ان احنا نستخدم الفيروسات في العلاج، زي استخدام الفاج ثيرابي، ده يعتبر نوع من الفيروس ثيرابي، او استخدام النيوكاسل ديزيز في علاج التيومرز. بعض التيومرز بنسمي ده اونكوليتيك فيروس. يعني ايه اونكوليتيك فيروس؟ اللي هو فيروس بيعمل لايسيس للتيومر سيلز. فتعرف يعني ايه فيروس ثيرابي ويعني ايه فاج ثيرابي. في بعد كده خلصنا الفيروسز، في حاجات اسمها فيريويدز. الفيريويدز دي برضو ايه؟ سيلولار انفكشوس ايجنتس، تبقى موجوده مني في النباتات، تعمل بلانت ديزيز زي البوتيتو سبندل تيوبر فيريويد. فالفيريويد ده بيكون عباره عن ار ان اي بس، نيكد ار ان اي، ملوش بروتين كوت. احنا قلنا الفيروس بيكون اما ار ان اي او دي ان اي حواليه بروتين كابسيد او شيلد، اما الفيريويد بيكون عباره عن نيكد ار ان اي بس، بيكون انفكشوس مينلي في البلانت زي ما انتم شايفينه. ده اللي هو اسمه فيريويد. اخر حاجه اللي هي انفكشوس بروتينز اللي هي اسمها برايونز، فدي بتكون سمول ترانسميسبل نيوروتروبيك ايجنتس. ديت عباره عن بروتينز، يعني لا هي فيروس لا هي دي لا هي جينيتك ماتيريال، ولا يطلق عليها فيروس ولا يطلق عليها فيريويد، هي عباره عن بروتينز. فالبروتينز ما عندهاش نيوكليك اسيد. يبقى انت خدت كده الفيروس بيكون عنده اما ار ان اي او دي ان اي وعليه كبسيد، وده بيكون انفكشوس. لو ار ان اي بس نسميه فيريويد، ده بيسيب النباتات. لو دي لو بروتين بس بنسميه برايونز، اللي هي زي التيشو سبونجي فورم انسيفلايتس، زي اللي هو اكيد كلكم سمعتوا عنه اللي هو مرض الماد كاو ديزيز، جنون البقر. لما اكتشفوا مرض جنون البقر ده لا لقيوا عنده دي ان اي ولا عنده ار ان اي، فسموه برايونز اللي هو لكن نيوكليك اسيدز، فده بيكون انفكشوس بروتينز. زي مرض اسمه كروتز فيلد جاكوب ديزيز، ده بيصيب الهيومنز نتيجه ده اكتشفوه في 1986، بيسموه سبونجيوفورم انسيفلايتس، بيعمل التهاب في المخ. طبعا الفيروس اللي هي اسوشيتد ويز كانسر زي الليبشتاين باي فيروس والكرونيك هيباتايتس بي والسي والهيومن بابيلوما فيروس والهيومن تي ليمفوتروبيك فيروس، دول بعض الفيروسز اللي هم ممكن يؤدوا الى كانسر، بنسميها فيروسز اسوشيتد وذ كانسر ديزيز. كده يبقى احنا خلصنا الفيروسز او خلصنا الفيرولوجي. خدنا اتكلمنا عن الدي ان اي فيروسز والار ان اي فيروسز، واتكلمنا عن البرايونز والفيريونز، البرايونز والفيريويدز.